الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. أحبتي الطلبة والمتابعين لهذه القناة التعليمية حيثما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقدم في هذا المقطع قصير دالة الإنتاج بمرونة الإحلال الثابتة، أو ما تسمى Constant Elasticity of Substitution Production Function CS. أرجو أن يكون فيه الفائدة العظمى لكم جميعا أحبتي، وعلى بركة الله نبدأ. قد يحتاج بعض الباحثين إلى توظيف دواء لإنتاج تختلف بعض الشيء عن دالة الإنتاج التقليدية من طراز كاب دوغلاس برودكشن فانكشن، ومن الدواء الممكن ما تسمى دالة إنتاج بمرونة إحلال ثابتة أو CES. هذه الدالة تأخذ الشكل الآتي: كيو كمية الإنتاج من لسلسلة من المنشآت أو حتى الناتج المحلي الإجمالي، ممكن لعدة سنوات، أو لشركة أو منشأة واحدة لعدة سنوات وهكذا. فكيو كمية الإنتاج تساوي لامدا، اللي هي المعلمة التي تكون ملصقة في الدالة، مضروبة في القوس هذا المربع ألفا في ال القوة رو، هذه ال هي حجم العمالة أو ساعات العمل أو مدخل العمالة، زائد واحد ناقص ألفا داخل القوس الصغير، مضروب في حجم رأس المال أو ساعات رأس المال أو مخزون رأس المال المستخدم، مرفوع القوة رو. الكل الآن في القوس المربع هذا القوة رو، حيث الآن لامدا أكبر من صفر، لامدا أكبر من صفر، وألف بين واحد وصفر، ورو أقل من واحد صحيح. لنفترض بأننا جعلنا الآن هذه الكمية ألف في ال القوة رو زائد واحد ناقص ألف في كي القوة رو، هذه الكمية تساوي زي، حتى نقلل من يعني المشتقات وعدد المتغيرات بس مؤقتا هذا الكلام، فزيد تساوي ألف القوة رو زائد واحد ناقص في كي القوة رو. فالناتج المحلي للعمالة والناتج الحد لرأس المال يكون كما يلي. الآن هذا مارج برودكت ليبر يساوي المشتقة الجزئية الأولى لكيو اللي هي كمية إنتاج بالنسبة لليبر، تساوي واحد على رو مضروب في لامدا في زي للقوة واحد على رو ناقص واحد، طبعا هذه لي بارشل زي بارشل ال. والآن المارجن برودكت اوف كابيتال اللي هو ناتج الحدي العمالي يساوي بارشل كيو بارشل كي، وتساوي واحد على رو في لامدا في زي القوة واحد على رو سالب واحد صحيح في بارشل زي بارشل كي. اوكي، نتابع على بركة الله. لنفترض الآن على سبيل المثال بأن كيو تساوي داخل القوس، الآن طبعا هنا لامدا تساوي واحد صحيح خارج القوس، فداخل القوس نصف مضروب في مدخل العمالة للقوة نصف، زائد نصف مضروب في مدخل رأس المال للقوة نصف، الآن كل القوس هذا المربع على قوة 2 أي تربيع، يعني القوس كله تربيع، ما يعني بأن الناتج الحدي العمالي يكون كما يلي. هذا هو المارجن برودكت ليبر بارشال كيو بارشال ال تساوي 2 لهذه، الآن مشتقة تصبح يعني الأس بعد الإشقاق يصبح هو المعامل، مضروب في ما داخل القوس، لا القوس كله مرفوع القوة 2 ناقص 1، ومضروب في ربع اللي هو هذا الربع من أين أتينا به، هو مشتقة كيو بالنسبة لأل هذه هنا داخل القوس، ربع نصف في نصف ربع في أل القوة نصف ناقص 1. كذلك الأمر ينطبق هذا المبدأ على ناتج الحدي رأس المال، بيكون بالحالة هاي القيمة نفسها هذه لكن مضروب في ربع في كي للقوة سالب نصف عفوا نصف سالب واحد صحيح. أوكي. نتابع الآن، أي أن هذا الآن يعني بعد ما اختصرنا كثير من الأشياء، بكون بالحالة هاي المارج برودكت ليبر أو الناتج الحدي العمالي يساوي ربع في القوس ال القوة نصف زائد كي القوة نصف، بعد ما أغلق القوس مضروب في ال القوة سالب نصف، والناتج الحدي لرأس المال بيكون مشابه له في الحد هذا لكن مضروب في كي القوة سالب نصف. يعني هذه الاشتقاقات هنا أرجو الرجوع لها حتى تأكد، وبكون هذه القيمة، وكذلك هنا بالنسبة للناتج الحدي لرأس المال. إذا افترضنا الآن بأن المنشأة تدفع أو المنشآت أو يدفع في الاقتصاد هذا معدل أجور W، ورأس المال يعني عليه أجرة نسميه رنتال ريت الإيجار،
او opportunity cost اللي هو فرصة بديلة، فR فإن المنشأة او الاقتصاد يوظف بالعمالة كما يلي. إذا في الحالة المثالية حاصل قسمة الناتج الحد للعمالة مقسم على معدل أجور يساوي بالحالة هاي الناتج الحد الناتج الحد لرأس المال مقسم على كلفة رأس المال، وهذا يؤدي إلى إنه هذه القيمة اللي هي المارجن برودكت أو الناتج الحد للعمالة مقسم على W تساوي الناتج الحد لرأس المال مقسم على R. الآن بالاختصارات ستصبح الصورة أهون بكثير. آخر نتيجة هذه هي بالاختصار طبعا هذه طبعا سأبينها بعد قليل، هذه الربع سيذهب عن الربع هذا، وهذا الجزء سيذهب عن هذا الجزء، يبقى فقط هذا الجزء مقسم على W يساوي هذا الجزء مقسم على R، أي أن الآن فعلا L القوى نصف مقسم على W تساوي K القوى نصف مقسم على R، وهذا يعني أنه L القوى نصف مقسم على K القوى نصف تساوي W على R. الآن لما نعكسها يعني هذه تصبح موجبة هنا وهذه تصبح موجبة بالمقام، يعني إذا رفعنا هاي البص تصبح موجبة، ورفعنا هاي نزلنا هاي المقام تصبح موجبة، وبالتالي K على L القوة نصف تساوي W على R. ما يعني الآن بأنه عندما نرفع هذه القوة التربيع هذه تصبح القوة التربيع، لكن أؤكد أن الربع هنا ذهب مع الربع، وهنا هذه الكمية ذهبت مع هذه الكمية، ولم يبقى بالحالة هاي إلا هذه تساوي هذه والنتيجة قبل النهائي هذه. الآن بالضرب التبادل طبعا حصلنا على هذا الكلام، آخر نتيجة هذه الآن، وبالتالي بعد ما نربع هاي الكمية تصبح كي على L تساوي مربع هذه الكمية اللي هي W على R الكل تربيع. لنفترض الآن بأن كي على L رمزناها بV، هذه الكمية أطلقنا يعني رمزنا لها أو سميناها V، والكمية هاي المربعة تساوي Z، وبالتالي الآن تصبح كمان V، هذه V تساوي زي تربيع حقا. الآن تعرف مرونة الإحلال كما يأتي، مرونة الإحلال سيجما، مرونة الإحلال يعني مدخلات الإنتاج ليبر محل كابيتال أو العك كابيتال محل ليبر، سيجما تساوي دي في دي زي ضرب زي على في، وتساوي بالحالة هاي 2 زي مضروب في زي على في. هاي الآن هذه المشتقة دي في دي زي 2 زي زي على V، هذه زي على V اختصرنا الآن بدل V هذه زي تربيع إذا وضعناها هنا، وبالتالي هذه تذهب مع هذه إذا تساوي 2، ما يعني بأن مرونة الإحلال تساوي 2. طبعا هذه تذكروا أن V هي زي تربيع، هذا الآن يعني أي أن ارتفاع معدل الأجور إلى كلفة رأس المال، معدل الأجور إلى كلفة رأس المال إذا ارتفعت على سبيل المثال بنسبة 10% مثلا، فإن معدل رأس المال إلى العمالة، معدل رأس المال إلى العمالة سيرتفع بنسبة 20% اللي هو 2 ضرب 10% يساوي 20%. هاي هنا يعني آخر اختصار إنه إذا W على R معدل الآن الأجور إلى كلفة رأس المال ارتفعت بمقدار 10%، هذا يؤدي إلى ارتفاع حصة العامل من رأس المال بمقدار 20%. أكون بذلك قد انتهيت من هذا المقطع، راجيا أن يكون قد قدمت الفائدة منه بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى لقاء قريب بإذن الله تعالى.